من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود الإرفاع. بنتي نحن لازم نكون قدوة للناس الثانيين عشان إن الواحد يركز في البرنامج. ألبس الجوتي ونروح برا. قد تحرك في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل سلم الأحلام فيها إكتمال قوانا رقي اللي رقي للضياء نحو أعلام ترق في السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء قد كسرنا لا احنا عشنا بأمان في غيرنا مف أمان لازم سادة أخوة الأخرى وحدة الأيدي علت نحو سحب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء أعلامها للمجد والهمة اعتلت حلتها الفوز بها تبخترت تعاونت أيدي بها تعاونت إصرارنا للفوز قد نلنا الوسام نحو التميز فازت أيدينا سلام قد تحقق حلمنا في فوزنا أخبروا بفوزنا هذا الأنام من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء من صراحة البرنامج حلو مع المنظمين قاب على القاب يحطونه على الراس في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انبياء من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم نصور نواف سياس. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك إن شاء الله. كيف الأجواء عندك؟ والله صراحة أجواء حلوة وصراحة أجواء ممتازة والحمد لله رب العالمين. قدرنا نصور لقطات ممتازة ونشكر مركز تميز الأجيال على هالمعسكر الرائع الممتاز. السلام عليكم. كابتن هلا شلونك التفاعل؟ والله ما شاء الله اليوم يلا يلا شباب 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 ان شاء الله نكمل اللعبات كلها اليوم وياهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اجيال اجيال فعلا اجيال هم قد كسرنا في تعاوننا الصعب وحدة الأيدي علت نحو سحب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز شفنا فيهم حب المنافسة وروح التعاون وكيف كانوا الفرق يتنافسون لجل يصلون إلى فريق الفائز بالنهاية هذا اللي نحتاجه هل نبي في أبنائنا بإذن الله نتمنى هالبرامج تتكرر أكثر وأكثر هالبرنامج طول عمري ما أنسى اكتسبوا طلابنا العديد من الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة رأينا فيهم قدرتهم على القيادة الشخصية رأينا فيهم قدرتهم على تحمل المسؤولية استمتعنا في تعاون الأفرقة بين بعضهم البعض إن شاء الله نشوفهم قادة في المستقبل يواصلون التميز والنجاح في حياتهم المستقبلية من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب